فيديو النهاردة بإذن الله هو الفيديو الرابع في سلسلة السنسوري، هو سنسوري كودينج. كلمة كود معناها شفرة، معناها كلمة سر، لغز أو فزورة. إحنا هنيجي نطلب من البرين إن هو يردنا على ثلاث فوازير، ثلاث ألغاز، كأنك في برنامج مسابقات بالظبط. هتقول له انت واصل لك احساس معين، انا عايزك تعرف نوعه. نوعه ايه؟ يعني اول حاجة لازم ترد عليها يا برين نوع السنسيشن. طبعا احنا بنتكلم بصفة عامة في البداية قبل ما نحط العناوين بتاعتنا. طبعا النوع هتقول لي هو التايب، كلمة نوع طيب؟ لا، احنا النهاردة هنقول كلمة علمية، نوع معناها موداليتي. كلمة موديل هو النوع، زي الموديل اللي بتبقى فيه عروض الأزياء، النموذج، الموديلات. نوع الإحساس اللي وصل لك إيه؟ ده السؤال الأولاني المطلوب من البرين إن يفك شفرته، يحل اللغز. هتقول لي يعني إيه؟ هقول لك أنا شكيتك بدبوس، حاسس بإيه؟ تقول لي بين. طب ايه اللي عرف البرين ان ده بين؟ مع العلم ان كل احساس انا بحس بيه هيوصل في صورة اكشن بوتنشال الى البرين. فلو جينا ميزنا الكلام هنعتبر الدايرة دي هو البرين بتاعنا او الكورتكس. تخيل بقى البرين ده وصل له اكشن بوتنشال اهو، كذا اكشن بوتنشال واصل الى البرين، لان اي احساس في النهايه بيوصل في صوره كهرباء. يعني اجي اقول لك السهم ده بين، تمام، نقول لك ممكن يبقى احساس التاتش، اللمس، ممكن يبقى درجه حراره، يعني انا ماسك في ايدي قطعه تلج، او مثلا حسيت ميه مغليه شويه او دافيه. الله، طب ما هو ده احساس وده احساس وده احساس، وكلهم اكشن بوتنشال ورايح الى البرين. ازاي تقدر تميزه؟ اللي جاوب لنا على اول فزوره واول لغز هو عالم الماني اسمه مولر، هو اللي قال لنا اول لغز. قلنا له طب هيتحل ازاي يا مولر؟ فانا حاجه اتكلم على مولر لو. النهاردة في هذا الفيديو هنتكلم على كذا قانون، أولهم مولر، وهتلاقوا أن القوانين كلها اكتشفها علماء ألمان. طيب مولر ده كانت إيه الفكرة الأساسية اللي هو قالها لنا؟ قال لنا بصوا، قبل ما أقول لكم الفكرة الأساسية أنا عايز أعرفكم بحاجة مهمة جدا، إن كل إحساس وله specific pathway. وتعالى نفهم معنى الكلام ده، لان الفيديو القادم هنتكلم على سكة الاحساس. يعني ايه pathway للاحساس؟ اي احساس بيبدأ بستيمولس، هتقول لي تمام، ثم ريسبتور مستقبل اللي قلناه الفيديو اللي فات حس بيه. طبعا في specific وفي non specific receptor. الريسبتور ده متصل بايه؟ افرنت، عصب ينقل الاحساس، ينقله الى سنتر، الى مركز في السنترال نيرفس سيستم، وفي النهايه هيحصل حاجه اسمها انتربريتيشن او ترجمه الاحساس. طب هتقول لي هو ده الباسواي؟ اه، الباسواي هو مجموعه من الأعصاب. تخيل فكرة سينابس، العصب الأول يعمل سينابس مع عصب تاني، والتاني هو الأطول، دايما الأولاني القصير الأفرنت، والعصب التاني هو الطويل الممتد من السباينال كورد طالع لبرين ستم وينتهي عند السكرتير. لو في طالب فاكر اللي انا شرحته في الفيديو التاني في القناة
نيورو ترانسميتر، كنت بقول لك ايه؟ بقول لك ان السكرتير بتاعنا هو سلامس، اللي هو المثلث ده. السلامس ده بيوصل له العصب التاني، اللي هو انا عملته بشكل قوس، ده عصب طويل قوي، هو بيوصل الى السلامس. خلي بالك ان دي فكرة اساسية. والسلامس بقى يبعت الى الكورتكس، تمام؟ وهنعرف ان مش كل الاحاسيس بتوصل الى الكورتكس. هو ده الباسواي المميز اللي احنا بنتكلم عليه. طيب عايز تقولي ان كل احساس لباسواي مميز؟ اقول لك ايوه، كلنا لينا باسواي مميز. البين، التاتش، التمبريتشر، فاكر البروبريو سبشن، الوضع بتاع الجسم، انا تاني رجلي ولا لا، انا مايل بجزعي، انا قاعد نايم، كل احساس وله سبيسيفيك باس واي. علشان كده هو ده اللي بيميز النوع. طب قبل ما نقول تفاصيل اكتر، طالب هيقول لي يعني ايه معنى الكلام، هقول له بالظبط زي انت داخل امتحان بتلاقي كراسه الاجابه فيها رقم سري، الرقم السري ده بنقول عليه هو ده الرقم اللي هنرجع له عند ظهور النتيجة. يعني انت رقمك مثلا 40، لا ده في الدفعة، لكن احنا بندي الـ40 رقم 4، اي رقم اسمه كود. يعني في كود لكل احساس، الكود معروف، الكود اللي انت بتدخله علشان تعمل بيانات معينة للطالب. نفس الكلام البيانات دي موجودة لكل إحساس. يعني أنت يا بين للكود، يا تاتش للكود، تمبريتشر، وهكذا. عشان كده هنسمي إن الباسواي ده مرقم، يعني في رقم، في كود سري، رقم سري عندك يا برين. قال له طب ما تيجي نقول كلمة جميلة بقى دلوقتي، labeled line principle. خلي بالك من الكلمة دي، كلمة label يعني مرقم. انا مديك رقم عندي، انا عارف ان انا لما يوصل لي الاكشن بوتنشال ده عارف اترجمه ازاي. هتقول لي ماشي، لغاية دلوقتي الكلام حلو، بس برضو يميزه ازاي؟ عن طريق الريسبتور. كل احساس ليه سبيسيفيك ريسبتور، وده في غاية الأهمية عشان أنا أكون عارف. يعني الريسبتور بتاع البين غير الريسبتور بتاع التاتش. فاكر الفيديو اللي فات لما قلت لك فري نيرف اندنج؟ ده يحس بالبين، شكة الدبوس، المايه المغلية قوي، حوض التلج اللي حرارته قليلة قوي، نترجمها كبين. طب التاتش، فاكر لما قلت لك في تاتش محدد فله ريسبتور محدد، يبقى الريسبتور هو اللي هيميز لي الليبلد لاين برينسيبل، هو اللي هيقول للبرين السكة دي تترجم في النهاية بأنهي إحساس. يعني نوع الإحساس هعرفه من خلال الريسبتور. هتيجي تقول لي إيه؟ يعني مثلا أنا قرصتك في ايدك، طلع اكشن بوتنشال، حسيت بألم. طيب الألم ده بيمشي في رحلة الاكشن بوتنشال. طيب ايه الكود اللي خلى ان البرين يقول لك اللوكاليتي بتاعتي وان القرصة دي شكلها ايه؟ هو ده قدرة البرين. فجه الاخ مولر عمل القانون الاساسي بتاعه وقال لنا انا هسميه مولر لو. قلنا له طب ايه نص القانون؟ قال ان في حاجه اسمها سبيسيفيسيتي، التخصص. يعني مولر اتكلم عن تخصص، يعني يقول لك ان ديفرنت ريسبتور ار سبيسيفيك تو ديفرنت ستيمولاي. هتقول انا معاك بس انا عايز امثله توضح القصه. اقول لك بمنتهى البساطه، انت بتشوف
برادز وكونز. قلنا ان في رؤيه ليليه ورؤيه نهاريه. طيب هل يا ترى احساس الفيجن يجي بس لو كان الاستيمولس لايت، ضوء؟ هتقولي اكيد، يعني هشوف ازاي من غير ما اكون شايف ضوء؟ اقول لك لا، لو انا ضربتك ضربه جامده على ظهر راسك قفاك، في حاجه اسمها الاوكسيبيتال لوب. ايه رايك ان مراكز الرؤيه موجوده في الخلف، موجوده في الاوكسيبيتال ده؟ يعني معنى الكلام لو ضربه قويه هتخليني اشوف فلاشات ضوء. حتى الناس يجي يقول لك ايه ده، انا ضربته ضربه خليته يشوف النجوم في عز الظهر، كلام اللي بنقوله بالمصري بتاعنا. معناها ايه ده، انا شفت الدنيا منوره قوي ليه؟ لان انت شغلت مراكز الرؤيه. يعني عايز اقول الاستيمولس يختلف، ولكن في النهايه السنسيشن واحد. ليه؟ سواء الاستيمولس ده نفترض كان لايت، كان ضوء، او ميكانيكال، ضربه جامده انت ضربتها على مؤخره الراس. اختلف المؤثر، ولكن مين الريسبتور؟ ريسبتور اوف فيجن. فنمشي في السكه المميزه بتاعتنا اللي هي السبيسيفيك باس واي، اللي هي مترقمه بكود عندك يا برين، نترجمها بايه؟ بفيجن. هي ده اللي انا عايز اقوله. ايا كان اختلاف الاستيمولس، انا شغلي الاساسي على مين؟ على الريسبتور. وده كلامك يا مولر، خلي بالك هو ده اول عالم الماني هيبقى موجود معانا في هذا الفيديو. يبقى هنا فكره اول لغز رد علينا البرين. خلي بالك انا ديفينيشن اوف سنسوري كودينج هقولها لك في نهايه الفيديو لما تكتمل الاحداث. يبقى اذا ادي اول فزوره ردينا عليها نوع او موديلات الاحساس. طيب عندنا بقى الفزوره الثانيه، وهي مكان اللي جه منه الاحساس. يبقى تاني فزوره عندنا، ودي في غايه الاهميه، عايزك تخلي بالك بقى دلوقتي، المكان. وكلمه مكان هي لوكاليتي، اللوكالايز. دور البرين انه يحدد، ما تقوليش انا اتقرصت وخلاص ماشي. طب ده النوع جاي منين؟ في ايديك، في رجلك، في ظهرك، فين المكان؟ عايزين نقول حاجه مهمه قوي طبعا كمقدمه في البدايه، ثم بعد كده نقول التفاصيل الخاصه بتاعتنا دلوقتي. بص بقى الفكره الاساسيه، نفترض انا شكيتك بدبوس في رجلك، هتقول لي في رجلي، ده ستيمولس، ريسبتور حس بيه، يبعت افرنت طبعا يدخل في السباينال كورد، ونيرف طويل يكمل من السباينال كورد الى السكرتير الصلمس، ومنه الى الكورتكس. ما في سبيسيفيك باس واي للمكان، هقول لك انا معاك. طب ده العادي، لكن انا بتكلمك بقى دلوقتي على الغير عادي. في واحد جاله غرغرينا بسميها جانجرين، بنضطر نعمل بتر، نقطع جزء من الرجل. يعني الرجل اتقطع فيها جزء، ما قطعتش الرجل كلها، لا انا قطعت حته وسبت حته. هتقولي طب وايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل حاجه غريبه قوي. انت عملت العمليه الجراحيه للراجل ده، وبعد كده خلاص فاقم البنج، وانت جاي له تاني يوم عايز تغير على مكان الجرح. يعني ايه فكره اغير على المكان؟ يعني ايه؟ انت المفروض لو نتخيل مثلا ان دي الرجل بتاعتي اهي، ده الرجل، ده الساق بتاعتي، وانا قطعت جزء، الحته دي اتقطعت اهو، وبقينا بالمنظر ده. ده ادي الرجل اللي انا ايه، اللي هي البواقي، ودي خلاص ما بقتش موجوده. دلوقتي لما اجي بغير ببتادين او محلول مطهر او ايا كان، انا بغير في الحته دي، انا بلمس هذا الجزء. تتخيل انت لما بتلمس الجزء ده انت عملت ستيمولس،
شغل الريسبتور في المكان ده، افرنت راح من سباينال كورد لسالاماس للكورتكس، ما زال البرين مبرمج ان الاحساس جاي منين؟ من الرجل كلها، على الرغم ان انت قطعت جزء منها. لسه البرمجة دلوقتي زي زمان، احنا لسه مش في الوضع الحالي. فالبرين بيتهيأ له الآن ان الاحساس جاي من الرجل كلها. هتقول لي الله، بس الاحساس ده يا دكتور احساس غلط ولسه البرين مشوش، ايه اللي حصل؟ البرين دايما بيرد الاحساس للمكان اللي جاي منه الاستيمولس اللي هي الرجل كلها. هتقول لي الله، طب رد الاحساس للمكان ده، طب ده مش المكان الاصلي، يعني هو ده جزء بس اللي باقي من الرجل. فنيجي نقول جملة جميلة جدا اسمها لو اوف بروجكشن. خلي بالك ان الكلمة دي هنقولها كتير في فيديوهات السنسور ان شاء الله. كلمة بروجكشن عاملة زي جهاز البروجيكتور. عارف جهاز البروجيكتور ده اللي بتشوفوه في المحاضرات؟ عبارة عن قرص، والقرص ده فيه اماكن بنحط فيه السلايدز او الشرايح، تمام؟ انا بحط الشرايح اللي بتاعت الداتا شو في القرص، ولكن الصورة بتتعرض على الحيطة مش بتتعرض في المكان بتاع القرص. يعني اذا كلمة بروجكشن عاملة زي جهاز البروجيكتور، انا بعرض الصورة في مكان غير المكان، غير المكان اللي محطوط فيه السلايدز. نفس الكلام البرين عمل زي جهاز البروجيكتور، قال لك انت هتحس الاحساس جاي لك من الرجل كلها. فاهم الفكرة دي؟ فكرة مهمة جدا. طيب البرين مازال مشوش، لسه مش عارف، عشان كده في كتب الفسيولوجي قالوا البرين بيدي لك احساس بالوهم. نقول الجملة اللي دايما بتتقال باللغة الدرجة، يباع لك الوهم. وهم الخيال، الخيال في رجل بس الرجل دي فعلا اتقطعت، فتبقى انت مستغرب ازاي العيان حاسس بالستيميوليشن جاي من رجل كلها. ده احنا لسه عاملين العملية وعاملين امبيوتيشن او بتر امبارح، فبنسمي الكلام ده بكلمة جميلة قوي، فانتوم ليمب فينومينا. خلي بالك بقى من الكلمة دي، كلمة فانتوم هي الشبح. كان زمان في الطيارة الشبح الامريكاني في التسعينات كانت مشهورة جدا، خيالية في قدراتها. فهنا دي الرجل الخيالية الوهمية اللي اتشالت، فانتوم ليمب. هتيجي تقول لي طيب بس انا دلوقتي عندي سؤال، هل يا ترى العيان هيرجع لطبيعته بعد كده؟ بعد كده البرين يعمل ري بروجرامينج، يبرمج نفسه، ما بقاش فيه فانتوم ليمب فينومينا، الظاهرة دي مش هتبقى موجودة. وبعد كده تيجي تغير له بعدها بيوم يومين، خلاص مش هيجي يقول لك يا دكتور حاسب رجلي بتوجعني ابعد عنها. لا، هو عرف ان دلوقتي في ستامب. كلمة ستامب معناها بقايا الرجل، نقول عليها ستامب اوف ليم، والستامب ده يقول لك خلاص لو سمحت ايه، طب ادهن ازاي، طب اعمل ايه، اغير على الجرح ازاي. عايز اقول لك معلومة، احنا قطعنا رجله بنخيط الإبرة دخلت في فايبر، يعني وانت بتخيط كده بالغرزة دخلت في فايبر في اللور ليمب عنده، عملت لها ستيميوليشن، ووديناه العنبر بتاعه ونغطيه. خلي بالك كل الكلام ده يبتدي يفوق من البنج، هو مش عارف ان رجله مقطوعة، حصل فايبر اريتيشن. كلمة اريتيتد هنقول الجزء ده بقى مستصار، بقى متنشط قوي، فحصل اكشن في الحتة دي. خلي بالك هو بالخيال عمره ما بيحس في المنطقة دي، هو بالتعود، يعني دايما بالتعود يرد الاحساس لموضع الصباع. نقول له طب انت عامل ايه؟
يقول لك انا كويس، بس خلي بالك يا دكتور في المكان ده الالم غير محتمل. طب ازاي؟ عشان كده دي الرجل الخياليه. على فكره بعد كده البني ادم ده بيتعدل قوي، بس في نقطه انا عايزك تكون فاهمها كويس جدا في تعريف اللوكاليتي. whatever the site of stimulus، ايا كان مكان الاستيمولس، الاحساس is projected لمكان الريسبتور. يعني الريسبتور في رجلي، فالبروجكشن اعرض الصوره فين؟ اعرضها في رجلك. اقول لك خلي بالك الاحساس جاي من المنطقه دي كلها، يبقى نجح البرين في حل اللغز الثاني وهو لغز المكان. يعني لغز النوع ماشي، لغز المكان هو اللغز الثالث. خلي بالك ان كل الالغاز اللي هو بيحددها دي بتكون فعلا عظمة كبيرة من ربنا. طب انا عايز اقول حاجة في لغز المكان. هتقول لي موضوع الامبيوتيشن او البتر، لا يعني دي حالات مش كومن في البشر. لا ده لبعض الناس اللي هم كانوا في الجيش لظروف معينة، غرغرينا، إهمال، الكلام ده. طب تعالى نقول بقى في موضوع اللوكاليتي حاجة هنعيدها فيما بعد ومهمة جدا. هنتكلم على فكرة أنا ليه بحس الإحساس في نقطة معينة وما بحسوش في نقطة تانية. هبتدي أمسح الحتة دي عشان نوضح لك الدنيا ماشية ازاي، الفكرة الأساسية بتاعتي. أقول لك ازاي، بمنتهى البساطة. نيجي نفترض فرضا إن ده السكين بتاعي. أهي ده الجلد بتاعي عادي. أنا جيت عملت لك ستيميوليشن في النقطة دي. أهو لمست المكان ده، الحتة دي. فالمكان اللي هو بالسهم الأحمر يمثل اريا أوف أكتيفيشن، منطقة نشطة. بس هتقولي طب واللي على الجناب؟ أنا ما لمستكش عنده. أنت إزاي تحدد إن أنا اتلمست هنا؟ خلي بالك إن إحنا هنعمل تجارب السنسوري وأنت مغمض عينيك. يعني أنت مغمض عينيك هاجي ألمسك في نقطة معينة، بص أهو هنا كده في المكان ده، الله في الحتة دي. طب أنت إزاي حسيت وتشاور على فكرة بصباعك؟ تجربة عملي اسمها تاكتايل لوكاليزيشن. كلمة تاك تايل دي معناها لمس، عايز احدد المكان اللي انا اتلمست عنده. ده مهم جدا. طب ازاي؟ بص بقى، انت اتلمست في المكان ده، في نيورون هنا بقى استيميوليتد افرد. بص بقى النيورون يعمل ايه؟ يعمل سينابس مع نيورون ايه؟ مع نيورون تاني، علشان اهو يعني النيورون اللي هنا هيعمل سينابس مع النيورون ده. بص عشان يعمل ايه؟ انهيبيشن، يوقف العصب اللي رايح في المنطقه المجاوره. يعني ده الاسود ده هو العصب اللي رايح في المنطقه المجاوره، نيبرنج اريا، النيبر الجار. انا مش عايز الحته دي تشتغل. فجاه اعمل ايه؟ اطلع ماده كيميائيه، فاكر الجلايسين ولا لا؟ يعمل انهيبيشن. يعني النيرف ده اسمه انتر نيورون، ما بين النيرف اللي هيحس هنا والنيرف اللي هو جاره، نقول له ممنوع ده يشتغل. فالنيرف الانتر نيورون العصب اللي ما بين ده وده هيطلع جلايسين، والجلايسين احنا عارفين انه انهيبيتوري، هيعمل هايبر بولاريزيشن، هيزود بوزيتيف تشارج بره او يزود النيجاتيف تشارج جوه. المهم ان المكان ده يبعد عن الفايرنج ليفل، وبالتالي ما يوصلش الاكشن بوتنشال وما يستقبلش نفس الاحساس بتاعي. وده منطقي جدا. ازاي انت هتشتغل وانت اساسا مش ستيميوليتد، مش اكتيفيتد؟ نفس الكلام هنيجي نعمله الناحية التانية، سينابس مع نيرف، والنيرف ده يطلع مادة جلايسين ويروح يعمل ايه؟ يمنع
النيرف ده الجار التاني، ما انا عندي جارين، عندي المكان ده الادجيسنت نيبر والادجيسنت نيبر، انا عايز اوقفهم. خلي بالك ده بيدي تخصص. طبعا انا اتلمست في مكان معين فالمكان ده يحس، ده بس اللي يحس ده صح. طب والمكان ده غلط والمكان ده غلط، ازاي يشتغلوا الموضوع بنظام؟ ربنا ماشي كل حاجة فعلا بنظام بديع. طب الكلام ده بنسميه ايه؟ بنسميه كلمة مهمة قوي قلناها في السينابس في سنة اولى، lateral inhibition. خلي بالك بمعنى الكلام، كلمة lateral معناها جانبي، انا عايز اوقف الاطراف، lateral inhibition. في المراجع كانوا وصفينها بشكل جميل جدا، جايب لك واحد واقف في النص وجنبه واحد على يمين وواحد على شمال، وهو حاطط ايديه على بق الاتنين كأنه بيسكتهم، معناها ممنوع الكلام، انا بس الاكتيفيتد، دي اسمها lateral inhibition. ولو تفتكر قلنا ان في inhibitory انتر نيورون موجودة في السباينال كورد اسمها رانشو سل، كلام ده قلناه على فكرة فيما قبل. في حاجة تانية عايز اركز عليها، اللاترال انهيبيشن ده هنذكره مع الفيجن. اوعى تفتكر مجرد احساس في ايدك اتلمست في نقطة معينة فبنميز نقطة اللمس، لا، نفس الكلام في الرؤية الفيجن. انا دلوقتي ببص على لوحة معينة، طب ببص على لوحة معينة مركز اللوحة ليها لون والاطراف او خلفية اللوحة ليها لون، المركز اللي في الرتنة او الشبكية اللي شاف اللون ده مش عايز يشوف الالوان اللي موجودة على الاطراف، والاطراف هيشوف اللون اللي هيستقبله بس ملوش دعوة باللون اللي وقع على المركز. في الاخر كل واحد مميز بلون معين هيشوفه. انا معاك انت في النهاية هتشوف اللوحة متكاملة الالوان، متكاملة مش ناقصة حاجة، معاك في اللي انت بتقوله، ولكن هنا ده بيدي ايه؟ الكونتراست، بيدي التناسق. وهنا ده بيدي كمان حاجة مهمة جدا، specificity الدقة. خلي بالك بيخلي كل حاجة very precise، دقة متناهية. ده مهم جدا. يعني lateral inhibition اشوفه مع الفيجن في المنهج، اشوفه مع الجنرال سنسيشن، اشوفه مع برضو الاوديتوري او السمعي. يعني خلي بالك ان الموضوع متشعب، يعني مش بس الكود اللي بنتكلم عليه النهاردة او الشفرة موجودة كسنسيشن، لا، ده انت عندك كورتكس مسؤول عن الرؤية، لازم يميز النوع والمكان، وفي حاجة تالتة اللي هي الشدة. نفس الكلام في السمع، انا بسمع صوت معين، يا ترى الصوت اللي انا بسمعه ده نوعه ايه؟ يا ترى يعني نوعه ده بتاع ولد ولا بنت؟ جاي منين؟ قدامي، ورايا، بعيد، قريب؟ كمان شدته، الصوت ده عالي، الصوت ده منخفض، قوي، ضعيف، ايه الحكاية؟ يعني موضوع الكودينج النهاردة هو موضوع متشعب هنقوله فيما بعد. طيب البرين قدر يحل فزورتين، النوع موداليتي والمكان لوكاليتي، ناقص له الحاجة التالتة الجميلة انتنسيتي، وهي الشدة. يا ترى الاحساس ده اخباره ايه؟ القرصة اللي انا بقولك عليها في بداية الفيديو قرصة محتملة ولا لا؟ برغوت قرصني، يا ترى حاجة عادية ولا لا؟ القرصة وجعتني قوي وخلت جلدي يحمر. الشدة ازاي يا برين تميزها؟ على الرغم ايه ان اي احساس زي ما قلت في بداية الفيديو بيمشي باكشن بوتنشال في باس واي محدد، بداية من الريسبتور نهاية بالسنتر،
وله ليبل لاين، انت يا برين مرقم. طب انت مرقم كل احساس برقم سري بكود، طب الشد عرفها منين؟ قال لك الشد هتتعرف عن طريق عدد حاجتين. بص بقى ركز معايا، يعني عن طريق عدد حاجتين، عدد الاكشن بوتنشال اللي واصل اليا. كل ما البرين يوصل له عدد اكشن بوتنشال كتير، بيترجمها ان الاحساس ده كان ايه؟ لا الشده قويه، ده منطقي، عامله زي جهاز اشارات. البرين بيستقبل ايه؟ بيستقبل اشارات كهربيه. فعلا انا ده شغلتي الاشارات، زود لي الاشارات انا ترجمها ككود، الاحساس ده قوي. زي فكره رئيس القسم او عميد الكليه، كل ما يجيله شكاوي اكتر من ماده معينه، هو هيترجمها عنده ككود انه الطلبه عندها مشكله يجب مراجعه الموضوع وحله. طيب يبقى عدد حاجتين، اول حاجه هو اكشن بوتنشال، وده في غايه الاهميه، عدد الاكشن بوتنشال. واقول لك بقى على حاجه غريبه جدا، انت فاكر ان الريسبتور، ودي نقطه مهمه، لو جه وصل له 1000 اكشن بوتنشال هيبعت ال 1000 كلهم الى الكورتكس؟ هتقول لي اقول لك لا، الريسبتور عنده القدره انه يقلل العدد. تقول لي طب ونقللها ليه؟ احنا عايزين ال 1000 يوصلوا كاملين للكورتكس علشان الكورتكس يترجم الكلام ده ان الاحساس قوي. فبص الريسبتور عمل ايه؟ قال لك لا، انا لو وديت الالف كلهم للكورتكس، كورتكس هيهنج مني زي جهاز الكمبيوتر، يحصل له اوفر لودنج، التحميل عليه زيادة. دايما الاساس ما تشغلش الكورتكس زيادة، دايما الاساس قلل الاكتيفيشن او ادي الاشارات تمام بعدد معين حتى لو قليل. تمام، هو بيقارنها بحاجه نسبيه. هتقول لي يعني ايه؟ نقول لك الفكره، نفترض ان انا واصل لي 1000 اكشن بوتنشال، اهي ال 1000 ده، ال 1000 ده انت عارف هوصلها للكورتكس بلوج، بلوغاريتم. معقوله؟ يعني انا هوصل ال 1000 بلوج ليه؟ قالوا لنا في الماس ان اللوج ده هو اكتر حاجه بتصغر الرقم، وده في غايه الاهميه. يعني بص اهو عشان نميزها لك سهله، ادي الار الريسبتور، الريسبتور واصل له 1000 اكشن بوتنشال، ال 1000 ده يبعتهم الى البرين 3. تقول لي الله 3؟ ايوه، يعني ما هي لوج 1000، بص ادي لوج ال 1000 يعني 10 تو ذا باور 3. نرجع لايام الماس، دايما الباور او الاس ده هو ده الرقم، 10 تو ذا باور كام؟ يبقى هو ده العدد اللي هيوصل، يبقى العدد اللي واصل كام؟ 3 للبرين. تقول انا معاك، طب والبرين يميزها ازاي؟ اقول لك حاجه، طب تعالى نتخيل ان انا واصل لي 100، يبقى 10 تو ذا باور 2، يبقى العدد كام؟ تقول العدد 2، ما هاخد تو ذا باور. هنا البرين يقدر يميز، ده انا لو واصل لي 2 يبقى كان اصلها 100، ده انا لو واصل لي 3 يبقى كان اصلها 1000. خلي بالك 2 و3 دول اللي واصلين للبرين، والارقام دول اللي استقبلوا من الريسبتور. يعني الريسبتور عمل حاجه اسمها كومبريشن، ضغط عدد الاكشن بوتنشال اللي واصل له، فالبرين بيترجم. اوعى تفتكر 2 من 3 مش فارقه، لا، ما هي 2 اصلها 100 و3 اصلها 1000. فانا قدرت ان انا اترجم هذا الكلام بشكل جميل جدا. واللي قال الكلام ده كان 2 علماء المان. خلي بالك بقى قالوا ايه الاثنين علماء دول، هكتب لك اسمهم، فيبر. خلي بالك دايما في الالماني الدبليو تتنطق في، فيبر فاشنر لو، ده مهم جدا، فيبر فاشنر.
الاتنين دول قالوا ايه؟ قالوا بص، عدد الاكشن بوتنشال اللي هيوصل، اللي هو الفريكوانسي اللي هيوصل للبرين، يتناسب مع ايه؟ مع لوج انتنسيتي اوف ستيمولس. اقول تاني، الفريكوانسي العدد يتناسب مع لوغاريتم لوج شده المؤثر، يتناسب مع لوج الشده، لوج الانتنسيتي. وده الكلام المهم قوي. طب ودي حاجه لازم نكون عارفينها. طيب نيجي بقى الحاجه التانيه، الانتنسيتي اعرفها بعدد الاكتيفيتد ريسبتور. خلي بالك الكلام ده مهم. طبعا هو مين اللي بيتحكم؟ الريسبتور. مين اللي بيستقبل عدد الاستيمولاي؟ هو الريسبتور. يبقى رقم اتنين، لازم نحدد عدد المستقبلات النشطة. ده مهم، كل ما العدد يزيد ده معناه انه ده بيترجم كشدة اعلى. طبعا كشدة اعلى، لان انا اللي ببعت الى البرين. عايز اقول لك تشبيه عمرك ما هتنساه دلوقتي. هنعتبر البرين بتاعنا عامل زي البنك. يعني ايه؟ انت جيت رحت لبنك وقلت له انا عايز شهادة استثمار 1000 جنيه. طبعا هو بيديك ورقة واحدة بالالف او 100 ألف، انا معاك، بس احنا عايزين نغير في التشبيه شوي. هل يا ترى لما تعوز شهادة استثمار بألف جنيه البنك هيدي لك 1000 ورقة، كل جنيه بورقة؟ تقول لي طبعا لا. طب ليه؟ تقول لي عشان البنك يوفر في طاقته، يوفر في فلوسه، مش معقول هيطبع بكل جنيه ورقة. نفس الكلام، الألف دول شهادة الاستثمار اللي الريسبتور استقبلها وصلت للبرين كترجمة ايه؟ كأنها 3 ورقات، كأنها 3 إشارات. يبقى انا بوفر في الطاقة. دايما المهم الحفاظ على energy of the brain. الفكرة مش ان انا استهلك مجهودك، لا، فعلا هي ده الاساس اللي بتعمل في البنوك. فيبر فاشنر وصفهن، لا ده احنا ما نبعتش الالف، ده اللي يتبعت التلاتة، نعمل كومبريشن، نضغط والبرين قادر على الترجمة. عاملة زي جداول الكيمياء اللي كانت موجودة زمان في ثانوية عامة، يقول لك امسك الجدول وشوف الشفرة ورجعها لأصلها. هي دي الفكرة اللي احنا عايزين نتكلم عليها في الفيديو النهاردة، قدرة البرين والتعريف بقى sensory coding ability of the brain أو cortex to discriminate، انه يميز modality locality المكان intensity الشدة. طبعا modality عرفنا مولر لو labeled line principle، الاساس ريسبتور، هناك ريسبتور محدد لكل احساس. رقم اتنين، كلمنا على المكان، الفانتوم ليمب فينومينا، ظاهرة الرجل الشبح. خلي بالك الرجل الشبح دي زي الطيارة الشبح، بس بعد كده المخ بيتعلل وبيعرف ان الرجل دي اتقطعت. وحتى لو انت رجلك ما اتقطعتش، اللوكاليتي لمستك هنا الحته دي بس الاكتيفيتد، يمين وشمال لا، بتدي سبيسيفيسيتي تخصص، بريسيجن تدي دقه، مش ان انا ده انا اتلمست في كل حته، لا انا لمستك فاين. يعني فاين؟ لمسه محدده بسبيسيفيك ريسبتور بسبيسيفيك باس واي ليك، وقلنا اسمها لاترال انهيبيشن. النقطه الثالثه هي الانتنسيتي او شده الاستيمولس، القرصة محتملة غير محتملة، نميزها بحاجتين، عدد الاكشن بوتنشال، ما تقلقش اللي هيستقبلهم الريسبتور هنختصرهم لعدد اقل بفكرة اللوج اللوغاريتم، لانه ده اكتر حاجة بتصغر الارقام في الماس وعدد الريسبتور. طبعا الفيديو ده فيديو اساسي، خلي بالك في الفيديوهات القادمة حاجة اقول لك ايه، فيجوال كودينج، شفرة الرؤية، النوع والمكان وشدة الضوء، وبرضو هقررها في الاوديتوري كودينج في الصوت، الصوت ده جاي منين، خشن رفيع راجل او ست، يا ترى عالي واطي شديد ضعيف وهكذا. فموضوع النهاردة هو موضوع هنبني عليه
إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. كان معاكم دكتور محمد فايز.